بسم الله الرحمن الرحيم. كما كنعرف الجميع المقابله كانت صعبه مع فريق اللي قوي، فريق الجيش الملكي. حتى حنايا ما كناش في فريق السهل، وما كانوا عارفين جايين عندهم ماتش صعيب خارج الميدان مع الدفاع الحسني الجديدي. المقابله في الشوط الاول استحوذنا، ما جاونا تحولنا بعض الفرص ما استغليناهمش. في الدوزيام ميطا تراجعنا شيئا للوراء، كان شويه العياء ظهر اللاعبين، شويه العياء. كنتمنى ان شاء الله نتيجه بالنسبه لنا ايجابيه وغير ايجابيه بالنظر للظروف اللي وقعت في الماتش. كنتمنى ان شاء الله المقابله الجايه نحققوا انتصار ونبقاو غاديين على هذا المنوال هذا، وان شاء الله المقابله الجايه غادي نساو نحاولوا نساو هذا الماتش. عندنا 48 ساعه المقابله الجايه، غادي نستعدوا بما فيه الكفايه ان شاء الله. الحمد لله عندنا بون جروب اللي قادرين نمشيو ان شاء الله نجيبوا طوب من مدينه الخريبكه ان شاء الله.